يا هلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم من جديد. طبعا زي ما زميلي محمد أسعيد ذكر انه اليوم حنتكلم على ثقافة التمارين والرياضة، ثقافة ممارسة الرياضة بشكل كبير، وبالتالي ازداد عدد الأشخاص من مختلف الأعمار اللي بيمارسوا الرياضة. ولكن بالرغم هل بيتعرضوا أحيانا للإصابات، لكن هل كيف نقدر نتشافى منها ونرجع نمارس حياتنا طبيعية ونمارس الرياضة، خصوصا انها هي مصدر من مصادر السعادة اللي لا غنى عنا له. فخلينا اليوم حنتكلم أكثر في هذا الموضوع والإصابات الرياضية وكيف نتفاداها وكيف نقدر نرجع لحياتنا الطبيعية مع الدكتور محمد ناصري، استشاري جراحة عظام عامة وكسور. حياك الله، يا هلا وسهلا فيك. الله يخليك، إن شاء الله. وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. يا هلا وسهلا، خصوصا الآن يعني فترة المملكة مع رؤية 2030، الآن المملكة بتشجع الرياضة وبتحفز الناس إنهم يمارسوا الرياضة بشكل عام، إلا ما في تمزق في الكتف، إلا ما في رباط صليبي، إصابات كثير بتصيب اللاعبين وحتى البنات، إحنا بتصيبنا إصابات كثير. صحيح. إيش أنواع الإصابات الرياضية وهل تختلف في مستوياتها من ناحية الخطورة؟ نعم، الإصابات الرياضية بصفة عامة هي أي إصابة تصيب العضل في جسم الإنسان، الأوتار أو الأربطة أو الجهاز الهيكل العظمي بسبب ممارسة الرياضة، سواء عن طريق الألعاب الرياضية أو عن طريق التمارين الخفيفة الأيروبيك وامثالها. طبعا تختلف في شدتها ما بين الإصابة العضلات الأوتار أو الأربطة، كسور، خلوع في المفاصل، ويعتبر من أشد الإصابات اللي هي ارتجاج الدماغ لدى اللعيبة اللي يكون عندهم ألعابهم نوعا ما فيها احتكاك وخشونة. جميل دكتور، بس قبل ما ننتقل معك للسؤال الثاني، ذكر حبايبنا المشاهدين تقدرون تشاركونا عبر طبعا الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، تشاركونا أسئلة حول هذا الموضوع وحول كذلك وبالأخص عن المشاكل بالعظام والإصابات الرياضية. عودة مرة ثانية طبعا دكتور لموضوعنا، أنواع الإصابات مثل ما ذكرت يعني زميلتي شذا، نبغى نعرف إيش هي أخطر الآن الإصابات الرياضية اللي ممكن أنها تأثر على الشخص على المدى البعيد. ممتاز. الإصابات الرياضية زي ما أنتم عارفين هي تعتبر من أكثر الإصابات شيوعاً عند الشباب وصغار السن، فتعتبر لها درجات في الخطورة تتراوح ما بين الإصابة البسيطة إلى التمزق الجزئي إلى التمزق الكلي إلى كسور في العظام إلى خلع، ويعتبر أشدها خطورة اللي هو ارتجاج الدماغ، خصوصا في الألعاب اللي فيها احتكاك، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، هذه فيها يعني احتمالية كبيرة انه يصير ارتجاج في الدماغ. طبعا حتى ارتجاج الدماغ ليه مراحل وليه درجات، ممكن اللاعب يكمل مباراة وممكن لا، لازم يروح على المستشفى ويدخل تحت العناية المركزة وتحت المراقبة لفترة يومين أو ثلاثة. طبعا حتى الإصابات الأخرى، الخلوع في خلع ممكن يتم إرجاعه في نفس الإصابة وقتها، وفي خلوع لا تحتاج في المستشفى في الطوارئ أنها ترجع، إنما الإصابات اللي ممكن تأثر على المستوى البعيد خصوصا الإصابات العصبية، ارتجاج الدماغ، خلوع المفاصل الكبيرة، لأنها ممكن تؤدي في المستقبل إلى خشونة في المفاصل. جميل جدا، ومهم جدا أن الواحد يدرك كيف يقدر يتعامل مع الحالة بعد ما يصيبها وكيف أنه هو التصرف الصحيح دائما طبيعي، خصوصا بعد الإصابات الرياضية. هل العلاج دائما هو العلاج الطبيعي ولا ممكن نأخذ أدوية؟ تمام، أهم فقرة في علاج الإصابات الرياضية سواء خلالها أو بعدها، سواء في تدخل جراحي أو غير تدخل جراحي، العلاج الطبيعي هو العلاج الأساسي. سواء كان المريض يحتاج عملية فلا بد من تأهيله بشكل ممتاز بعد العملية بالتأهيل والعلاج الطبيعي، سواء كانت إصابته بسيطة ما يحتاج لها أي تدخل جراحي، فهو المفتاح الذهبي لعلاجه العلاج الطبيعي والتأهيل. الأدوية الأخرى اللي ممكن إحنا نعطيها المريض ليست علاجية أبدا. ما في دواء ممكن نديه للمريض إصابة ملاعب عشان يعالج له قطع أو كسر، نديه له أدوية فقط مسكنة ومخففة للالتهابات عشان يقدر يمارس العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل أسرع وأسهل. جميل. طيب دكتور، في بعض الأحيان يعني إذا أصيب الرياضي بالتهاب شديد يعني يوصونه بعض الأطباء بأخذ حقن اللي هي الكورتيكوسترويد، ويعني بشكل أحيانا يكون مبالغ فيه وأحيانا يكون أقل على حسب شدة الالتهاب. خلينا نتكلم عن هذا النوع بالذات من العلاج ومتى بيتم اعتماده طبعا بطريقة أو كطريقة أساسية للعلاج. ممتاز. طبعا الكورتيكوسترويد أو الكورتيزون الدارج ما بيننا هي إبر فقط تعطى لتخفيف الألم وتخفيف الالتهاب،
ليست علاجية. ما نعطيها المريض عشان والله عنده قطع جزئي في الرباط أو فندير الكورتيزون فتعالج الرباط. هي فقط مهدئة ومخففة للالتهابات. فعادة المرضى لما المريض اللاعب لما يصير له أي إصابة فإحنا لازم تشخيصه ونشوف إيش المشكلة الأساسية اللي عنده، هل هو قطع جزئي، هل هو كدمة، هل هي شعور في عظم أو شيء. فعلى أساسه بنديره الكورتيزون فقط لتخفيف الألم. وعادة الكورتيزون نعطيها للمرضى اللي يكون عندهم مشاكل في الأوتار أو الأربطة عشان تخفف لهم الألم. أكثر المشاكل شيوعاً مع إبرة الكورتيزون إنه هو الخطأ في إعطاء الإبرة. الكورتيزون هو علاج ولكل علاج مضار ولي أعراض جانبية. فالكورتيزون في حال أعطي للمفصل السليم فهو يؤثر على الغضروف السليم حق المفصل مثلاً الركبة، فيؤثر عليه ويسبب فيه ضعف. فإحنا ما نحب نديه للمريض بشكل متكرر أو بكثرة، ماكسيمم بأكثر شيء في السنة مرتين ثلاثة مرات وفقط، ما هو أكثر من ذلك، لأنه إذا أعطي بشكل أكثر حيؤدي إلى تآكل المفصل السليم. وخصوصا حتى في الأوتار والأربطة إذا أعطي الكورتيزون داخل الوتر، داخل الوتر يسبب قطع الوتر، وبدل ما إحنا نعالج المريض ضريناه. فلازم يعطى حوالين المنطقة المصابة وليس فيها. أسأل الكثير دائما بتتوتر الواحد خصوصا في الرياضة، يشيل هم أنه ما يرجع يقدر يمارس الرياضة مرة تانية، كيف يقدر يتصرف؟ كل هذه الأسئلة نقدر نستقبلها على الأرقام الموجودة في أسفل الشاشة. لكن خليني أسألك، في الساعات الأولى دائما والقليلة الأولى من التعرض للإصابات دائما بنلجأ لعلاج الألم مثل التورم، الكدمات بالثلج، الضغط على مكان الإصابة، بنشوف دائما في الكورة دائما في بخاخات. نعم. فكيف الواحد ممكن يتصرف؟ طيب. وإيش التصرف الصحيح؟ ممتاز. طبعا هذا العلاج الأولي المبدئي في الفيلد أو في نفس محل اللعب أو الإصابة اللي صارت فيه. فاللي بيصير بالضبط إنه هذه الاتباع الوسائل هذه صحيحة 100% وهي طريقة العلاج الأولى، لأنه الكمادات الباردة وظيفتها كوظيفة مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، فهي بتخفف الالتهاب، تخفف الانتفاخ وتسكن الألم، لأنه البرود الزايدة بتعمل زي تخدير للأعصاب حولين المنطقة فبيخف الألم على المريض. إنما في آلية لوضع التلج والضغط على الأماكن المصابة. فالهدف كله من هذا البروتوكول اللي بنعمله تخفيف الألم، تخفيف الانتفاخ، وكمان إنه إحنا ندي المريض أو المصاب فترة إنه نقيم الإصابة، هل تحتاج إنه هو يروح لفاسيليتي أو لجهة أخرى كمستشفى، أو إنه ممكن يكمل المباراة ويقعد. فهي الهدف منها فقط تخفيف الآلام، وفعلا صحيحة 100%. جميل. دكتور خلينا ناخذ أول اتصال معنا. طب. نقول ألو، السلام عليكم، مين معنا ومن وين؟ ألو. طيب أتوقع أن الاتصال انقطع. خلينا نرجع مرة ثانية لمحور حديثنا، وخلينا نتكلم على الإسعافات الأولية، ويمكن هي المرحلة المهمة جدا اللي لابد أن نستقبل فيها الإصابة بتعامل جدا صحيح. الإصابات الأولية طبعا بتكون والرياضية بتكون آمنة، ولما بتتفاقم يصير لها وضع مختلف. خبرنا عن الإسعافات الأولية في هذا السياق. تمام. الإسعافات الأولية طبعا كلنا شاهدنا مباريات وشفنا مباريات، لازم يكون في متواجد فريق طبي متكامل من مسعفين إلى أخصائيين في العلاج الطبيعي إلى أخصائيين في الطب الرياضي، وأحيانا في الرياضات الخشنة يكون موجود فيها كمان أطباء للمخ والأعصاب، لأنه الإصابات تبع الهيد إنجري أو الرأسية بتكون شائعة في الرياضات هذه. أول شيء لما بيصير أي إصابة لأي جزئية من الكتف وما أعلى، أول شيء بيتم التعامل مع عدم تحريك اللاعب من الأرض حتى يتم تقييمه في مكان الإصابة، محل ما هو طايح ما حد يشيله. بعد ما يتم تقييمه ساعتها يقرر المسعف والطبيب إنه هل ممكن نقله على الاسترتشر أو الحمالة لمحل آخر أو وضعه وتثبيت الرقبة، وبعدين بعد كده نتعامل معه بطريقة أخرى. طبعا يعتبر هذا شيء أساسي في الخلوع والكسور وإصابات الدماغ اللي هي ارتجاج، هذه من أخطرها واللي يحتاج فعلا تقييم مبدئي وأولي من الإسعافات الأولية. بقية الإصابات الخفيفة كالالتواء الكاحل أو الأربطة أو شيء زي كده، ممكن المريض هو بنفسه يقول لك أنا ممكن أقدر أعكز نفسي أو أمشي، فهذا دليل من المريض أنه الإصابة ما هي خطيرة وممكن أنه إحنا يتم تعالجها خلف الخطوط الأساسية حقت الملعب. جدا. خلينا نأخذ اتصال. تفضل. يا هلا وسهلا، عرفنا عليك. السلام عليكم، معكم فهد. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك يا فهد. فهد سؤالك للدكتور، تفضل. الله يعطيكم العافية صراحة الدكتور، معلومات قيمة. وأنا عندي سؤال للدكتور، هل رياضة كرة القدم تصنف من الرياضات الخطيرة؟ نعم. طبعا رياضة كرة القدم تعتبر من الرياضات الخطيرة لأنه فيها احتكاك شديد،
وطبعا احنا ياما يعني بنتفرج في المباريات وبنشوف بتشيل مشاكل جدا شديده واصابات شديده للمرضى، منها انه ممكن لا سمح الله بيصير خلع في المفاصل لدرجه انه هو ما يرجع حتى في اللعب، لازم غرفه عمليات. صح. وللاسف المشكله هذه لو سارت نسبه جدا كبيره انه المريض حينتهي بخشونه، لانه بتكون الاصابات شديده في المفصل حق الغضروف حق المفصل. برضو من ضمن الاصابات الشديده اللي بنشوفها لما المريض بتجيله اصابه في الراس، على حسب شده الاصابه ممكن يصير زي الشلل الجزئي في الجسم. نعم. وعلى هذا الاساس ممكن يفقد القدره على التنفس والاشياء هذه، لانها اصابات شديده، خصوصا بنشوفها في اللعيبه اللي مثلا عندهم ارتقاء عالي في نتكلم على كره القدم. فبينزل مثلا على راسه او على كتفه او انه واحد يطيح فوق رقبته، فهذه هي نعم اللي بتسبب اغلب المشاكل، خصوصا كمان في مباريات شفناها قديمه ما هي جديده، يعني كان اللعب خشن بزياده في كرة القدم. بتصير خلع لمفصل الركبة، مفصل الركبة إن صار فيه خلع بيأثر على أهم وريد وشريان بيغذي الجزء السفلي من القدم والساق مما خلف الركبة وإنت نازل. فقطع الشريان الدموي المنطقة ديكة ويعني ليه عواقب وخيمة يعني، ويعني عارف توابعه ما هي جميلة للمريض. مثلا الله سلام على الجميع. اتصال ثاني دكتور معانا، نقول ألو السلام عليكم. ألو. يا هلا وسهلا، مين معانا ومن وين؟ الجوهرة من الطائف. هلا فيك الجوهرة، سؤالك للدكتور معنا، يسمعك. التعرض للشمس يفيد للعظام ولا ما بيفيد؟ بس أنا بتعرض للشمس على طول. ممتاز. يعطيك ألف عافية، شكرا ممتاز. لك. طبعا المصدر الأساسي لفيتامين دال الشمس. طبعا في اوقات للتعرض للشمس للاستفاده من فيتامين د اللي هي في الاوقات من الساعه 8 الى الساعه 10 او 10 ونص صباحا. وفي الاوقات من الساعه تقريبا قبل الغروب بساعتين، اللي هو تقريبا زي في الفتره دي بنقول الغروب بيصير على الساعه تقريبا 6 الى ربع، فيعني على الساعه 4 او الساعه 4 ونص الى الساعه 6، هذه افضل وقت للتعرض للشمس للحصول على فيتامين دي. والله معلومه جدا مهمه، هذه مشكله كلنا بنعاني منها احنا في السعوديه بسبب لانه الشمس الحاره تمنعنا من الخروج، تمنعنا من التعرض، فكلنا ننتهي انه فيتامين د عندنا ناقص. صحيح دكتور، مكملين ومستمرين معاك، لكن حنطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل معاك حوارنا وحديثنا الممتع. مشاهدينا لا تروحوا بعيد، وطبعا نقدر نستقبل اتصالاتكم على الارقام الموجوده في اسفل الشاشه بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم ومكملين مع ضيفنا الدكتور محمد ناصري استشاري جراحه العظام والكسور، ومكملين كذلك مع استقبال الاتصالات من متابعينا. ناخذ الاتصال ونقول الو. يا الو السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، مين معانا ومن وين؟ من جده طال عمرك. مين معانا؟ محمد الشيري. يا اهلا وسهلا فيك محمد، دكتور يسمعك. ايوه، اقول انا بسال عن بالنسبه للانديه تخسر ملايين الملايين على اساس انها توفر لها لاعب، وفي النهايه يجي شخص قله احترام كذا ويكسر خوي، ويعني وكلهم في النهايه ينفعون بلدهم. شفت كيف؟ وابغى اعرف الدكتور ابغى ينصحهم يعني من ناحيه انه الشيء هذا يضر الجميع، ما هو بس الشخص هذا. طيب يعطيك الف عافيه محمد، شكرا لك. الله يعافيك ويبارك فيك. يلا اعتقد تتكلم على الخشونه في اللعب. خشونه في اللعب، خشونه اللعب، الاصابات طبعا هذه من اكثر الاشياء. يعني اول شيء يعني انا كنت في فريق طبي شغال قبل كذا رياضي، من اهم الاسس اللي كانوا يوعوا بيها اللعيبه اول ما يوقعوا معاهم اخلاقيات الرياضه، يعني انه ترى احنا الرياضه مطلب، ما هي شيء عنف أو قتال أو شيء، يعني في الأخير هي ترفيه، هي تسلية وليست عنف. فزي ما قلت لك للأسف يعني بنشوف إصابات رياضية يعني يشيب لها الرأس بسبب الخشونة في اللعب. للأسف ما يعرف بعض اللعيبة إنه بطريقة الشيء اللعب الخشن إنه ممكن هو ينهي يعني تاريخ أو الحياة المهنية للاعب اللي قدامه. يعني أعتقد شفنا مباراة قريبة صار فيها خلع كلي لكاحل لاعب ليفربول، أعتقد أنا ماني فاكر إيش المباراة، بس يعني بالطريقة دي الأربطة حقت الكاحل كلها قد قطعت، سنة كاملة لازم يتعالج. يا سلام، وما تعرف بعد التأهيل هذا هل هو قادر إنه يرجع، وإذا رجع هل حيقدر يدي نفس الأداء اللي كان قبل كده ولا لا. فالرياضة يعني هي أخلاق وتسلية أكثر من هي عنف وخشونة. طيب
صحيح نعم. اكيد طبعا. خلينا نتكلم هنا على العلاج الطبيعي نعم. وكيف ان احنا في فرق ما بين العلاج الطبيعي والعلاج التاهيلي زي ما كنا بنتكلم تحت الهواء. نخبر الساده المشاهدين قد ايش انه مهم جدا العلاج الطبيعي، سواء كنت يعني دائما احنا لما نعرف نسمع علاج طبيعي لا انا شباب لسه ما احتاج علاج طبيعي طبعا. لا ما خص هذا بهذا، يعني نوعي المجتمع في فكره العلاج الطبيعي انه ما هو بس لكبار في السن. تمام صحيح. العلاج الطبيعي هناك فرق ما بين العلاج الطبيعي والتأهيل والنادي. العلاج الطبيعي يحتاج إلى أخصائي علاج طبيعي، ومو معناته علاج طبيعي يعني أنت إنسان كبير في السن أو أنت إنسان مريض. أخصائي علاج الطبيعي الهدف من الذهاب له أنه هو يأهل لك العضلات للرياضة، يعني الناس اللي عندهم شد عضلي أخصائي علاج طبيعي يعني يهيئ العضلة عن طريق استطالتها، إرخاءها، تأهيلها لعملية التقوية. الناس اللي عندهم خشونة المفاصل، وليس تقوية أي عضلة حتعالج مثلاً آلام الخشونة، هي ما نتكلم فقط إنها بتعالج الخشونة، إنما العضلات لما تقوى بتشيل جزء من الحمل على العظم فيخف الألم. مو أي مدرب عارف أي عضلة اللي يشتغل عليها عشان يشيل حمل معين من الركبة أو الكتف أو إلى ذلك. فلازم الأخصائي العلاج الطبيعي هو يأهلك فقط أنه أنت تذهب للنادي أو للجيم وتبدأ تقوي وتبني عضلاتك والأجسامات. نعم. جميل جدا. خلينا نأخذ الدكتور اتصال ثاني ونقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو مين معانا؟ أتوقع أنه انقطع الاتصال. عودة مرة ثانية دكتور لمحور حديثنا على بال ما يجهز الاتصال. لو تحدثنا عن الوقاية، ويمكن هذا السؤال المهم الآن، الوقاية من الإصابات الرياضية، إيش ممكن الطرق اللي ممكن نستخدمها لنقي أنفسنا من الإصابات الرياضية؟ طيب أهم خطوة في الوقاية من الإصابات الرياضية ألا وهي التأهيل. التأهيل بصفة عامة، المريض لما اللاعب لما بيجي لأي فريق رياضي بيتم عمل لاختبارات تأهيلية، يشوفوا كيف قوة عضلاته، حركات مفاصله، وهل عنده أي مشاكل قبل كده، قبل ما يعني فلنفرض أنه لاعب انتقل من نادي إلى نادي، فيتم فحصه كامل من الرأس إلى القدم، عنده أي مشاكل، خلوع، كسور، إصابات في الأربطة، وعلى أساسه يتم تقييمه من الجديد من الصفر إلى ونحدد قوة العضلات الموجودة عنده ومرونة المفاصل. وعلى أساسها بيعطى اللي هو الجرين كارد، بنقول أنه تروح تلعب ولا لا. هذا بصفة عامة. الصفة الشيء الثاني قبل أي نشاط رياضي، الإحماء والاستطالة، شيء غافلين عنه كثير من المبتدئين في المجال الرياضي، سواء نتكلم بس على النادي الجيم والأشياء هذه. الاستطالة والإحماء هي من أهم الأسباب للوقاية من الإصابات. جميل جدا. أول مرة أعرف أنه الإحماء قبل النادي. هرجع لك في الموضوع ده لكن نستقبل اتصال. خليني نقول يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا، عرفنا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير لكم وللدكتور. يسعد صباحكم. اسم الكريم تفضل. معك عادل الغامدي من مكة. يا هلا وسهلا فيك والنعم فيك. تفضل الدكتور يسمعك. يا دكتور صباح الخير. أول شيء أنا عندي إصابة في الكوع، وراجعت الاستشاري قال لي عندك اللي هي يسمونها كوع التنس. وأعطاني مسكنات لكن لا زال الألم موجود. مستمر معي. إيش الأشياء اللي ممكن أسويها على أساس إني أقوي العضلات أو الألم هذا هو مثلا تحتاج عملية أو شيء؟ ممتاز ممتاز سلامتك. طيب كوع التنس أو إحنا نسميه تنس إلبو، هي عبارة عن التهاب في العظم اللي شابك فيه العضلات تبع الدراع. فهي بتكون في الجهة الخارجية من الكوع، اللي بيصير إنه الجهة هذه مسؤولة عن تجمع كل العضلات الخلفية. فاللي بيصير إنه كثير من المرضى يشتكوا منها أول جهة الداخلية اللي هي الجولف اللي بنسميها، بسبب إنه بيستخدم اليد بشكل كثير. فلنفرض أكثر العاملين في المجال الحرفي في المفكات والمطارق، هذه الحركة هي اللي بتشد على المنطقة هذه، فبتسبب شد متكرر. إذا كان المريض مثلاً فلنفرض إنه هو أول شيء كبير في السن، أو إنه هو ما هو متعود على النوع هذا من العمل، فاللي بيصير إنه العضلة والمنطقة هذه والأوتار ما هي متهيئة للشيء ده، تنفجر. فاللي بيصير فيها شد وقطوع صغيرة جداً، وتؤدي إلى التهاب. التهاب هذا يكون ألمه شديد، فالمريض يقول لك أنا ما أقدر أحرك يدي، ما أقدر أفك الباب، الأكرة حقت الباب ما أقدر أفكها، مفتاح ما أقدر أفكه، على طول يلمني. فإيش نبدأ معاه؟ العلاج الأول إنه أنت تجنب الشيء اللي يزيد ألمك، هذا أول شيء. الشيء الثاني المسكنات على طريق الفم أو الموضعية،
هي ما حتعالج، هي فقط خفف الألم ألين ما جسمك يعالج المنطقة اللي فيها الالتهاب اللي هي التهاب الأوتار هذه. الخطوة الثالثة علاج طبيعي ليس تقوية، زي ما بقولت فهي حتكون ما هي تقوية، حتكون علاج إما عن طريق شوك ويف أو ألترا ساوند إنه هذه تخفف المنطقة الملتهبة، وبعدها تبدأ استطالة إنه إحنا نطور العضلات والأوتار عسل حتى لما يرجع للتمارين تكون العضلة مهيئة إنه يرجع ويسوي تمارين رياضية. آخر شيء ممكن نرجع له بنحط زي البريس في المنطقة دي، الهدف منها إنه أنت لما بتحرك يدك بيخفف الضغط والشد على المنطقة دي، لأنه البريس ضاغط على العضلة والوتر فالشد بيكون أقل. يا سلام، فيكون الألم أقل. الخطوة اللي بعدها اللي هي الإبر الكورتيزون، هذه آخر شيء نروح له في حال إنه المريض ما تحسن، ندي الإبر الكورتيزون في منطقة العظم وليس في الأوتار، لأنه ممكن تسبب قطع في الأوتار في منطقة العظم اللي فيها الالتهاب. طبعا المريض يقول لك طبعا لي شهر شهرين ما تحسنت على الموضوع هذا، الالتهاب اللي هي التنس إلبو أو الجولف إلبو هذه تأخذ علاجها من سنة إلى سنتين. نعم، سنة إلى سنتين. وكل ما المريض حراجع الدكتور حيقول له استمر على العلاج، جرب علاجات تانية، حنجرب إبر، إنما عمليات ما حنسويها إلا آخر علاج يعني بعد سنة أو سنتين ما في أي تحسن، بعدين يفكر في العملية اللي هي يتم فيها تنظيف المنطقة وإعادة ربط الأوتار مرة أخرى في العظم السليم. إنما عملية جراحية ما هي أول علاج، إنما هي آخر علاج. جميل جدا. دكتور معنا اتصال، نقول ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يا هلا وسهلا، مين معنا؟ معك صقر، الله يسعدك. هلا وسهلا فيك صقر، الدكتور يسمعك، تفضل. الله يسعدك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور، تفضل. هلا حبيبي. الله يسعدك. عندي الله يسعدك صابة في الركبة، عندي قطعة في غضروف الهلال. تمام. عندي صابة مباشرة، يعني لعبت كورة وجتني صابة مباشرة في غضروف الهلال بالضبط. من لا قد ايه الإصابة هذه؟ شخصت الحالة، قالوا لي عندك قطع ولازم نسوي لك عملية. بس أنا صراحة ما سويت العملية، جلست يمكن حوالي أسبوعين الألم كان يوجعني، بعدين خفت الألم. تمام، ممتاز. حاليا لك قد ايه من الإصابة يا صقر؟ ما سمعت. لك قد ايه في الإصابة؟ يعني من يوم الإصابة إلى الآن؟ ممكن الحين 3 شهور. 3 شهور، بتأثر على حياتك؟ لا صراحة، بعض الأحيان أحس كذا ركبتي تروح، يعني ما التوازن يختلف يعني. تمام، ممتاز. طيب، شكرا. العفو، العفو. طبعا الإصابة في الركبة كما ذكر صقر إنه في الغضروف الهلالي، الغضروف الهلالي هو عبارة عن، أنا شبه لك بمخدة ما بين عظمتين، هدفها امتصاص الصدمات ما بين العظمتين حقت الركبة. فيصير فيها قطع بسبب لفة غلط أو تويستنج من قومة التربيع أو شيء، فزي ما بتقول أنت بتعزقها ما بين عظمتين فبيصير القطع هذا. طبعا بيسبب آلام، بيسبب انتفاخ في الركبة كما ذكر، أول أسبوعين بتكون مؤلمة بانتفاخ، الأسبوعين هذه ألين ما يخف الانتفاخ. طبعا أعتقد أنه سواه صحيح، ما في أي شيء نسويه ولا علاج طبيعي ولا شيء، ما في غير المسكنات، رفع القدم، الكمادات الباردة إلى ما يخف الالتهاب داخل الركبة. بعد ما يخف الالتهاب وترجع حركة المفصل طبيعية نبدأ تقييم المريض مرة أخرى. فصقر بيقول إن هي بتأثر نوعا ما على حياته. طبعا هذه الإجابة نوعا ما عامة، لكن اللي يهمني تكون إجابة محددة. إيش طبيعة عملك يا صقر؟ أنت إيش طبيعة حياتك اليومية؟ هل في أعراض مصاحبة للألم؟ يعني ركبتك مثلا تكفل عليك، تيجي تفك ركبتك، ركبتك ما تنفك، لقيها مقفلة، يقول لك أحسها مقفلة، لازم أرتاح شوية وأحركها أنا برجلي يدي شوية ألين ما تفك رجلي أو لا. طبعا هذه كلها حتحدد إيش نوع العلاج اللي ممكن نسويه. في أغلب الأحوال إذا المريض يقول لك لا يا عم أنا عملي كله مكتبي، الألم يجيني مرة كل سنة وبس أخذ له بنادول يروح الألم، ففي هذا الوضع أنا أقول له أنت ما تحتاج عملية جراحية. إذا ألمك وحياتك مستمرة بشكل طبيعي والألم يجيك مرة كل شهرين كل 3 شهور وبتأخذ له بنادول وبيخف الألم، أنا علي أقول لك سوي علاج طبيعي، قوي عضلاتك وأمورك طيبة. إنما إذا كان صغير سن ومن الناس ما شاء الله كل أسبوع يلعب كورة ولا يروح يلعب طائرة ولا يلعب سلة ولا يسوي رياضة معينة، فأنا أقول له لا، أنت هنا يحتاج لك فحص تاني ولازم نسوي لك الرنين المغناطيسي يبين إيش نوع القطع. وإذا كان الألم بيأثر على لعبك، أنا ما بكلم حتى في حياته فقط على لعب الرياضة، هقول له تحتاج عملية، وعلى أساس ما يكون داخل العملية بالمنظار إما تصليح للغضروف الهلالي أو إنه إزالة الجزء المتهتك منه ويمارس حياته بشكل طبيعي بعدها. جميل جدا. نستقبل آخر اتصال. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، عرفنا عليك. صباح الخير، عياش عبد الرحيم من الطائف. يسعد صباحك. يا هلا وسهلا فيك، سؤالك للدكتور، تفضل. صباح الخير دكتور. صباح النور، هلا عياش حبيبي.
والله دكتور انا ما مارس رياضه ولا شيء، بس سويت لقاف احيانا سويت قلت بمارس رياضه لفتره كذا، وبديت كل ما اصحى الصباح اسوي رياضه في الغرفه يعني عادي. فسويت رياضه فحسيت بالم، شديت على الركبه حسيت بالم كذا، الم خفيف جوه الركبه. الالم هذا صار له فتره طويله معي، احيانا صحيني من النوم دكتور. فما كشفت ولا سويت ولا شيء، خايف اروح اكشف يقولوا لي عندك رباط عندك مدري عندك، فما ادري انت ايش تشخيصك او رؤيتك المبدئيه لهذا الشيء. طيب عمرك يا عايش كم؟ عمري حوالي 30. طيب العمر كله ان شاء الله. طيب الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا لك يا تيكرا. طيب بخصوص الالم، هو صغير في السن، هو ما هو كبير في السن. الالم اللي يجي زي ما اقول لك، اللي في واحد يكون طول عمره قاعد ما بيسوي شيء وفجاه في يوم وليله يقول لك ابغى اسوي رياضه، ابغى اسوي تمارين، ابغى اسوي كذا، فانت بديت تسوي مجهود على شيء ما هو مؤهل صحيح. خصوصا لو بدأ بشيء شديد، يعني زي كذا يقول لك والله شلت أوزان، ولا مثلا في اليوم باجري 10 كيلو بعد ما كان في اليوم يجلس وما يسوي ولا شيء. فألم الركبة هذا في صغار السن إما يكون بسبب قطع زي ما قلنا في الغضروف، أو إصابة في غضروف المفصل نفسه اللي هو في يسبب خشونة في السن ده، ما أتوقع أبدا أنه في خشونة خصوصا ما عنده أي إصابة، فقط سوى رياضة وبدأ الألم يجيله، أو أنه يكون التهاب في الأربطة والأوتار اللي حوالين الركبة. طبعا في عمر عايش والسيناريو اللي أداني هو ده، طبعا أنا يحتاج أفحصه بشكل موسع أكتر، لكن الشيء اللي عنده ما هو شيء مقلق، الشيء اللي عند عايش فهو غالبا أنه شيء التهاب داخل الركبة بسبب الإجهاد اللي صار له، عشان كده الركبة كل ما بين فترة أخرى بيصير لها يعني ذي الفلير أب كده، تنشط الألام اللي فيها وترجع وتصحي من النوم وتزعجه ألامها. أنصحك أن الفترة دي خفف شوية من الرياضة اللي أنت بتسويها اللي سويتها جديدة، عليك بالمسكنات الموضعية كالكريمات إذا ما عنده حساسية أو شيء، والكمادات الباردة، وإذا ما تحسن الوضع خلال أسبوع إلى 10 أيام فهذا معناته أنه لازم راجع دكتور الإصابات عشان يفحصوه بشكل أحسن. دكتور محمد ناصري استشاري جراحة عظام عامة وكسور، يعطيك ألف عافية على المعلومات اليوم اللي أعطيتنا إياها الرائعة، والمشاهدين كذلك شكرا لك على وقتك الثمين. العفو لكم جميعا وشكرا لجميع الأعضاء. الله يسلمك، يعطيك العافية. شكرا.